كل وحدة تنظف جسمها، تنظفن بعد ما يسبحن في الماي، يطلعن برا وينظفن أجسامهن من الأوساخ. هذه نفسها هي تسبح، شوف كيف تسبح، يعني تغسل جسمها كامل، تغسل جسمها كامل. كيف تحس يعني وين وصخ فيه؟ وهذا المكان يحتاج يعني عنده إحساس إن هذا المكان مثلا فيه أوساخ يحتاج إلى نظافة. وبعد ما تخلص تطلع برا يعني تنظف عمره مثل هذا، كل طريقة عنده يعني، هاي كامل تنظف كامل. بس ناقص صابون يعني، شوف هذه يعني سبحان الله، من علم الطير أو علم البط الاغتسال أو ينظف عمره، يعني الصورة نفسها تعبر عن الواقع، ما تحتاج إلى تعليق. هاي في وصل ما تسبح كامل، وبعد ما تطلع تنظف جسمها كامل. طبعا سبحان الله هذا الريش هذا ما يبت الماء، يعني طيور البحر ريشه ما يبت الماء، لمجرد ما تطلع تنفض عمرها خلاص يطلع الماء ويتجف. ولا كيف بتطير يعني على طول، يعني لو ما كان كذي يعني ما تتحمل البرد في الشتاء، ما تتحمل البرد على طول بتموت. لكن سبحان الله الريش هذه يدفيها، في نفس الوقت ما يقتل.